الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى أصول فقه أسير أصول لقواعد الأصول، بلغنا إلى تعليل حكم العلتين. هل يمكن تعليل حكم العلتين مع أن الخلاف فيها أصوليا وارد بين العلماء؟ نعم، والراجح أنه يجوز تعليل بعلتين وثلاث وأربع وخمس، يعني يجوز تعليل بأكثر من علة. يقول المصنف: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. فالحكم هو تحريم الوطء، وله علتان: المرأة الحائض يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتازل النساء في المحيض، وللإحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: في محلين، أي في شخصين، كتعليل إباحة قتل زيد وعمر بأن هذا قتل وهذا قتل، فقتلهما بعلة القصاص مثلا، وخالد يقتل معهم بالزنا. هذا حكم واحد هو القتل، لكنه اختلفت العلة الثلاثة، ولكن كل علة في محل. ومنه حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد الثلاثة: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل مؤمن بغير حق. فهنا اشتمل الحديث أو الحكم واحد هو القتل، واشتمل على علة ثلاثة: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل مؤمن بغير حق، يعني القصاص. فأما مع اتحاد المحل للشخص الواحد، كما لو زنى وقتل وكالعصير إذا تخمر ووقعت فيه نجاسة، فإذا حدموا هل بالقتل والزنا وهو محصن، يعني بهما معا أبو واحدة منهما، وأيضا حرمة العصير لأنه تخمر أو لأنه وقعت فيه النجاسة. هذه صورة اتحاد المحل أو اتحاد الزمان، كما لو لمس ذكره وبال، أو لمس امرأة وبال، فهنا يعني يكون هنا اتحاد الزمان بأنه لمس امرأة وهو أبوه. وقال المصنف: الأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز هذا القول. طبعا هذا قول الشافعية والحنابلة، من المحققين من الشافعية والحنابلة، يقولون يجوز بتعليل الحكم بعلتين أو بأكثر أيضا، ثلاثة أربعة خمس، وهو يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين وأن كل واحد منهما علة. وهذا قول الجمهور بناء على أن العلة الشرعية أمارات وعلامات على الأحكام، فلا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد. يعني إذا كانت العلة هي أمارة على الحكم، إذن فإن الله تعالى ييسر عبده يكون هناك أكثر من أمارة تدل على الحكم. وقال الأشبه: لأنه الذي يقتضي جواب أحمد في خنزير ميت، قال: هذا حرام من وجهين، خنزير نجس وأيضا نجس الميت. رضي الله عنك يا هيبة النبيل الرقية حمد الرب. قال المصنف: وقيل يضاف إلى أحدهما، يعني هذا القول الثاني أنه لا يجوز التعليل بأكثر من علة، يجوز التعليل بأكثر من علة، لا يجوز ذلك. ويقول يعلل الحكم بأول علة المتقدمة يعني. والصحيح هنا الترجيح من المصنف، قال: والصحيح بهما مع التكافؤ، أي صحيح جواز التعليل بعلتين مع التكافؤ في العلة، كأن تقول يعني أن تأخذ وضوءه بالغائط والبول أجلكم الله، وإلا الأقوى مع اتحاد الثمن، وإلا يحصل التكافؤ فالأقوى من الوصين والعلة، كأن تقول هناك علة علل بها الحكم متفق عليها وعلة مختلف فيها كالبول، متفق أن التعليل في انتقاد الوضوء بالبول، ومختلف بأكل لحم الجزور، أو مختلف فيه بلمس الذكر، أو مختلف فيه بلمس المرأة الأجنبية أو حتى الزوجة. قوله أو المتقدم، يعني عند الترتيب يكون الحكم مستندا للأولى أو للأولى منهما، مثلما لو بال وبعد ذلك أكل لحم إبل، فإن النقد حاصل بالأولى وهو أنه قضى حاجته. وقد قال بعضهم: هذا إجماع
وأن خلاف ما وقعت دفعة واحدة. والراجح في ذلك جواز تعليل الحكم بعلتين، فإن الوقوع دليل على الجواز، ومستدل به منعون لا يتجه إلا في العلة العقلية، وأما العلة الشرعية فيلزم تعليل الحكم بعلتين أي محظور. لا يلزم ذلك، لأن إناطة الأحكام بها بوضع الشرع، ولأنه حكم حكم بنقض وضوء من لمس الذكر أو المرأة أو بال أو أكل لحم جزوه. وكل هذه أمارات وعلل على الحكم. قال المصنف بوجوب قبوله وإن لم تعرف علته. قال وثبوت الحق وثبوت الحكم. قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية. واختلف العلماء في حكم الأصل الذي هو الخمر، وحكمه هو التحريم الثابت بالنص أو بالعلة، يعني العلة لا تثبت النص ولا الحكم، ولا الحكم ثابت بالنص، على قولين، الأول الحنفية والحنفية وأنه ثابت بالنص لأنه هو الذي أفاد الحكم، وهو تحريم الخمر سواء كان حمل ولا سرق، ولا قل إثمهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر للنافعين. قال لوجوب قبولي وإن لم تعرف علته، لوجوب قبول الحكم وإن لم تعرف العلة. أنت يجب عليك أن تتعبد الذهب، الذهب حرام، يعلم أن من قال ليس هناك علة واجب عليك قبول، واجب عليك قبول. أيضا كالوضوء من لحم الجسور واجب عليك قبول، وقل أن تبحث عن العلة. وعند الشافعية الحكم يثبت بالعلة، وهذا قول المالكية، فصار ذلك بالباعث، أي أن العلة هي الباعث على الحكم، أي أنها تبعث المكلف إلى الامتثال والتزيز، وذلك أن يقال إنها باعثة للشارع على تشريع الحكم، لأن أفعال تعالى تعلم بالأغراض، وهذا على قول بعض الأشاعرة، وهذا قال بعض الشافعية أن العلة بمعنى المعرف للحكم وليس معنى الحكم، والقول الأول هو الصحيح. وقد قال ابن تيمية عند التحقيق نجد أن الخلاف في ذلك لفظي، ولذلك الأكثرون على جواز تعدد الوصف، أي تعدد العلة، وأن تكون العلة مركبة من أصين عدة أوصاف كالقتل العمد والعدوان للقصاص. وقول لا تنحصر في عدد، لكن قالوا أقوى العلل ما تركب من أصين ثم ثلاثة ثم خمسة. ثم قال وإثبات العلة طرق ثلاثة، هذه نقف عندها بإذن الله تعالى ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.